الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. من الأسئلة المهمة في شهر رمضان: هل أخذ الحقن يفسد الصوم؟ والحقن طبعا منها ما يؤخذ وريدا ومنها ما يؤخذ عضلا. من حكمة رب العزة سبحانه وتعالى بعباده أن المريض يسقط عنه الصوم، لكن هناك بعض المرضى يستطيع أن يصوموا مع المواظبة على أدويتهم التي أرشدهم عليها الأطباء. ومن هنا نقول أن الحقنة أثناء الصيام لا تفسد الصوم، سواء كانت وريدا أو كانت عضلا، لأن المادة التي داخل الحقنة تدخل الجسم من مدخل غير معتاد، سواء كانت من الوريد أو كانت من العضل، ده بنسميه مدخل غير معتاد. وفضيلة الشيخ المطيعي عليه رحمة الله، هو مفتي الديار المصرية السابق، كان يقول أن الحقن العلاجية والحقن بجميع أنواعها، سواء كانت وريدية أو كانت عضلية أو كانت حقن الفيتامينات، لا تفطر، وكان يسترشد على ذلك بأنها تدخل الجسد من مدخل غير معتاد، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. ومن هنا نؤكد على أن أخذ الحقنة أثناء الصوم لا يفسد الصوم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.